السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. في هذا الفيديو إن شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد لوازم اللي جاوني من سيت بانغود اللي درت معاه تعاون، وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم هاد اللوازم. هاد اللوازم هادو البنات هما اختاريتهم بوغ لا كويزين، وان شاء الله اي فتاة او اي شابة عجبها شي حاجه من هادو اللي هنقدم لكم الان، غنتلقاو لي ليان تاعهم كاملين في صندوق الوصف. اذا ندوزو نبداو باذن الله. دونك انا نوريكم انا البنات، انا جاوني هادو اللي اختاريت على 3 مرات. هذا هو اللي جاني الاخر، وجاوني ها هما يا انا ديجا حليتهم، هذا وهذا وهذا، جاو ديجا حليتهم. دونك وتيجيو البنات تيجيو بهذا، تيجيو محميين، كل شيء توصلت به مزيان، حتى حاجه ما مكسره. دونك نبداو، هذا هو الاول، ها انتما كما قلت لكم هذا اللي خليته، لي زوطخ كنت حليتهم زعما ما تخافوش البنات، ننصحكم لان شفت هذوك اللي جاوني هادو البنات، وبثمن مناسب ماشي غالي الحقيقه، ما غاليش الثمن، ماشي في المتناول الجميع. شتيو هذا، ها انتما البنات تيدور، انا عجبني عجبني هذا، انصحكم به البنات. شتيو من بعد خديت هذا، هذا بالنسبة للبنات اللي كيديرو الأكثر لي كاطو. شتيو زوين، مع هادو 3 أشكال، الشكل هذا الأول، الثاني، الثالث، وهذا الرابع. شتيو من بعد هذا من جاني هكايا، جاوني مجموعة هكا، تا هما محميين، تا حاجة كيما تتلاحظو، تا حاجة ما مكسرة. فيها على ما أظن 7 ديال الأشكال، هانتومايا هنوريكم. شتيو زويونين البنات، بلاستيك ديالو زعما يمشي شي بلاستيك ليجي، ولكن باين الصح كما تنقولو حنايا، الصح والمتانه. ابخي هذا البنات، هذا البلاستيك ديالو روعه روعه روعه. شتيو هذا في تتحط هذيك باش نغسلو الماعن لافيسيل، وهنا تبقى لك على حسب عندك، هنايا 4 ديال هذا الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع، يبقى على حسب الروبيني تاعك، كديري هكذايا تسديه ابخي سيتو، تدخلي في الروبيني هكايا، تنوريكم ان شاء الله كي درتو. شتي وهنايا ما تبقى لكش الماء، علاش هاد التقيبات؟ حيت باش كوموندير تيتسقطر لك الماء، ما تبقاش. شتي هادي تاني حيلة مفيدة زوينة. وهادو باش بوغ لي كخيم الكاطو، تيوا زوينين تا هادو، انا خديتهم هكا 3 صغار. بالنسبة ليا انا سي ميو، لا كنا ناخد وحده بثمن هاد 3،
هادو تيجيو الثمن ديال 3 في ثمن وحده كبيره. دونك قلت علاش لا ما ناخذش 3 هكايا صغار وزوينين مزيانين. نصحكم بهم هادو البنات. الدغني تخوف اللي توصلت به هو هذا، شفتو هذا اللي تتحط السيده على طبله العمل، وكنستعملوه بالنسبه شحال من حوايج، كل باتيسخي خبز اي حاجه ديرها. اذا البنات وصلنا لنهايه الفيديو، تنتمنى من الله بان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدت ولو قليلا وفدتكم. وكما قلت لكم البنات ليليان ديال هذا الشيء كامل اللي شفنا، هاد اللوازم ديال المطبخ غنحطو لكم في صندوق الوصف. وما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه. ما تنساوش كما ديما لي لايك المشاركه وبارطاجيو لي فيديو ان شاء الله، وباش تستمر القناه اللي هي ديالتكم قبل ما تكون ديالتي. مع السلامه.